حلقه جديده من برنامج صحافه اليوم وجوله حول ابرز تناولات الصحافه المحليه والدوليه للشان اليمني، فاهلا بكم مشاهدينا. في البدايه نهنئ الشعب اليمني بمناسبه الذكرى 61 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. نبدأ هذه الجولة إذن مشاهدينا من موقع المهرية نت الذي سلط الضوء على الاحتفالات الواسعة التي شارك فيها آلاف اليمنيين في صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي وفي المحافظات بذكرى ثورة 26 من سبتمبر. ووفقا للموقع فقد غرد آلاف اليمنيين في صفحاتهم عن المناسبة قائلين: إن اليمنيين لن يسمحوا بإعادة الماضي البائد مهما كان الثمن، مضيفين أن اليمنيين قدموا تضحيات غالية في سبيل التخلص من الاستبداد والاستعمار وتأسيس نظام ديمقراطي عادل. وقال اليمنيون إن سبتمبر وغيره من الأعياد ذكرى يحتفل بها لنذكر الأجيال بتضحية الآباء والأبطال الأوائل بالأرواح والدماء في سبيل تحقيق الاستقلال والحرية لهذا الشعب الكريم. فيما قال ناشطون إن ثورة 26 من سبتمبر هي ميلاد الشعب اليمني وهي ذكرى عودة الروح اليمنية الخالدة وميلاد للجمهورية، واليوم الذي أشرقت فيه شمس الحرية والانفتاح على العالم بعد قرون من الظلمية والكهنوت والتخلف. الموقع بوست طالعنا بتحليل حول تباين مظاهر الاحتفاء بالذكرى 61 لثورة 26 من سبتمبر في اليمن، حيث احتفل اليمنيون هذا العام في ظل استمرار التحديات والمخاطر التي يعيشها البلد الغارق في أزمة إنسانية وصراع مسلح منذ 9 سنوات، كما أن الاحتفال أدى إلى عملية فرز واضحة للأطراف اليمنية ونظرتها للقضايا الوطنية ومدى الافتراق وفقدان الثقة الذي تعيشه. وفقا للموقع فقد بدأت مظاهر الاحتفاء بالثورة السبتمبرية هذا العام أكثر حضورا على المستوى الشعبي والجماهيري، إذ جرى الاحتفاء بها في عدة مدن بالداخل وعلى مستوى الجاليات في أكثر من دولة بالعالم، وتنوعت بين الفعاليات الفنية والمهرجانات الكرنفالية وإيقاد الشعلة والعروض العسكرية. ويلفت الموقع بوست إلى أن مظاهر الاحتفاء بثورة سبتمبر تكشف حالة التململ من جماعة الحوثي وازدياد حالة الاحتقان في مناطق سيطرتها، كما تشير إلى وعي شعبي يتنامى وإلى تحول للثورة السبتمبرية لأرضية جامعة لمختلف الأطراف اليمنية، وكيف أصبحت مظاهر الاحتفاء استفتاء شعبيا على تدهور الأوضاع الراهنة والطموح بتغير الأوضاع نحو الأفضل. موقع اليمن نت تطرق في تقرير له إلى الاحتفالية التي نظمها مجلس شباب الثورة في المهرة بمناسبة الذكرى 61 لثورة 26 من سبتمبر تحت شعار من الاستعباد إلى المواطنة، حيث شدد المجلس على ضرورة التمسك بأهداف الثورة واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب على أسس الثوابت والمرجعيات الوطنية. ووفقا للموقع فقد أعلن المجلس رفضه أي تسوية سياسية تشرع التمرد ومشاريع التشطير وأي تدخلات خارجية لا تتوافق مع تطلعات الشعب اليمني، مطالبا جميع المكونات في المحافظة بوحدة الصف لمواجهة التحديات. كما طالب المجلس بحسب اليمن الحكومة بتمكين أبناء المهرة واتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الخدمات، محذرا من أي محاولات لملشنة المهرة، ومشيدا في الوقت ذاته بموقف السلطة المحلية والمكونات الرافضة لأي تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة. قالت صحيفة العربية الجديد إن اليمنيين يحيون الذكرى 61 لثورة سبتمبر باحتفالات رسمية وشعبية، وتأتي الذكرى في ظل تحديات تواجهها الثورة وأبرزها الانقلاب الحوثي على الدولة، والذي يحاول جاهدا طمس كل ما له علاقة بذكرى سبتمبر مع قيامه بتحريف أهدافها في المناهج الدراسية، كما قام بحذف الذكرى من المناسبات الوطنية في التقويم الدراسي. وفي تصريح لهم قال سياسيون للصحيفة إن اليمنيين متمسكون بالاحتفال بذكرى ثورة سبتمبر استشعارا منهم بعظمة هذه الثورة التي أخرجت اليمن من الظلمات إلى النور،
من عهد كان يسود فيه الظلم والجهل والفقر في ظل حكم الإمامة الظالمة عاشت اليمن فيها أسوأ حقبة زمنية على مر التاريخ إلى أن قامت الثورة فخلصت اليمنيين من الظلم والاستبداد والقهر والتخلف. ويضيف الناشطون أن الاحتفالات الشعبية العفوية بذكرى سبتمبر دليل وبرهان واضح على أن ذكرى سبتمبر خالدة في قلوب وأرواح اليمنيين، وأن الاحتفالات الشعبية العفوية بذكرى ثورة سبتمبر تعبير عن عدم قبول اليمنيين بالواقع الذي يحاول الحوثيون فرضه عليهم، وأن ثورة سبتمبر أثرت وراكمت في وعي الناس مفاهيم ومعارف عصرية في مختلف المجالات السياسية والحقوقية والثقافية وغيرها. في قلب المدينة المحاصرة تعز تدور معركة صامتة تعاني فيها أسرة بلا معين من آلام الفقر والحاجة الماسة. هكذا بدأ موقع المشاهد تقريره الذي سلط فيه الضوء على قصة أسرة الحسيني التي تتألف من أم وثلاثة أطفال صغار يواجهون صعوبات متعددة في سبيل البقاء وتلبية احتياجاتهم الأساسية بعد أن فقدوا والدهم في الحرب ولم يتبقى لهم سوى الأمل الضئيل والإرادة القوية في أمهم التي تقوم برعايتهم. وبحسب الموقع فقد وجدت أسماء نفسها في موقف صعب حيث حملت على عاتقها رعاية أبنائها الثلاثة بعد أن فقدت زوجها في العام 2018 في إحدى جبهات مدينة تعز، ما جعلها في قلب معركة الخدمات التي يجب أن توفرها لتربية الأطفال ورعايتهم. ووفقا للمشاهد نت فإن أسماء واحدة من آلاف النساء في اليمن عامة وتعز خاصة التي وجدن أنفسهن في مقام الأب والأم معا لتعويض فقدان معيل الأسرة، حيث بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء في عموم اليمن نحو 26% من إجمالي الأسر النازحة المقدر عددها بأكثر من 4 ملايين شخص تعيلها نساء. موقع بي بي سي سلط الضوء على استمرار الاتصالات بين كل من الرياض ومسقط من ناحية وصنعاء من ناحية أخرى بغية التوصل إلى معالم محددة لخارطة طريق تتوافق عليها الأطراف اليمنية تمهيدا للشروع في البحث عن حل سياسي سلمي مقبول وشامل ودائم للصراع اليمني. وقال الموقع إن الرياض ومسقط تحاولان إعادة ترتيب أولويات الخطة الأممية بآليات وتدابير تتماشى مع واقع الحال الذي فرضته من جهة رغبة السعودية في الانسحاب التدريجي من المشهد اليمني، ومن جهة أخرى التفوق النسبي ميدانيا للحركة الحوثية على حساب المعسكر الآخر المناوئ لها شمالا وجنوبا والذي لا تخفي بعض أطرافه تذمرها مما تسميه خذلان التحالف لها. وبحسب موقع بي بي سي فإن إجراءات بناء الثقة شبه المتفق عليها في الرياض مع الحوثيين تتضمن تفاهما وقبولا ببند تحويل الهدنة الهشة القائمة في اليمن إلى إيقاف دائم وشامل لإطلاق النار وتبادل إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين ودفع رواتب وموظفي الجهازين العسكري والمدني في اليمن ويفسح المجال أمام تدفق السلع والأغذية والأدوية والسماح بالسفر وذلك عبر الموانئ والمطارات اليمنية المختلفة. نهاية الجولة، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.